بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر مشرفنا. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للكباتن الكبار كابتن شفاعي بن نعم، منور كابتن شريف. انت بتنور الدنيا يا كابتن. الله يخليك، وشك حلو على النادي الاهلي. ربنا يخليك. تحياتي كابتن علاء ميهوب الميهوب، وكابتن علاء عبد الرحمن، والنجم كابتن احمد بلال. اهلا وسهلا كابتن. مبروك النادي الاهلي طبعا على الفوز والنتيجه والاداء، وهارد لك لنادي سموحه. كابتن ايمن، سريعا كده البنا، وانا يمكن من الناس اللي بحب البنا جدا جدا في التحكيم، حكم موهوب وحكم ليه شخصيه تحكيميه، ولكن النهارده كابتن شريف كان في بعض الحالات اختلفت معاه جدا. دايما قلنا الحكم الشاطر اللي هو كابتن، لما تكون المباراه سهله كابتن علاء ما تصعبهاش. مش معنى النادي الاهلي كسبان النهارده 3 اللي يبقى ليه ركله جزاء واحده والثانيه ما تتحسبش. لا يا كابتن، طالما ليا ركله جزاء من فضلك الدهاني، صح، ولو ليا الثانيه الدهاني، ولو ليا اي عقوبه الدهاني، انا ما بتلعبش على النتيجه، لان انا ممكن قوي 3-1، ممكن تبقى 3-2، تبقى 3-3. الكلام ده بيقول لكل حكامنا، من فضلك ما تحسبش حسابات، لان المباراه في ثانيه ممكن تقلب منك وتعكس معاك في القرارات. من خلال الحالات التحكيميه يا كابتن علاء، في حاجات كتيره جدا جدا في القانون، هنشوف سريعا. انا اختصرت الحالات كلها لي 5 حالات سريعا هنمر بيهم، ونشوف اول حاله معانا في الحالات اللي موجوده. خلينا نروح لاول حاله هنا، كره على التنفيذ، ستوب 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 ستوب، ارجع تاني. تمركز هنا ليه دور كبير جدا جدا جدا، لان هنا في مخالفه على لاعب سموحه. نمشي بقى ونشوف الايد، نمشي شوف هنا الكره خرجت، وقلنا لما بتخرج خارج نطاق الجسم وبتكبر الجسم تدخلت في مسار الكره، وبالتالي هنا البنا هنا من مكانه كابتن علاء ما شافش. تمام، وانا بقول لك يا بنا، المفترض في كره زي ديت تعالى يمين شويه عشان تقدر تكشف ايه المخالفه. هنا ركله جزاء طبعا الفار، تم استدعاء الفار وراح سريعا، ما خدتش منه يمكن 10 ثواني، خلاص هي واضحه، وراح اقتنع وما كبرش في القرار ورجع على طول. هو بص هنا للفار، والحكم لوبر جاب له البوينت اوف كونتاكت، ونشوف هنا الايد هي خارجه كابتن خالص نطاق الجسم، وبالتالي هنا كبرت محيط الجسم. ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي عن طريق الفار. نروح كمان في حاجه مهمه بعديها، نشوف بقى التنفيذ يا كابتن. احنا قلنا كابتن لو دخول لاعب ولاعب من هنا او من هنا دي قرار الحكم، نشوف التنفيذ ونشوف حارس المرمى هل هو اتحرك. نمشي هنمشي هنمشي هنمشي، تمام، لحظه التنفيذ وقف، كمان نمشي نمشي ستوب، كمان بص هنا عندنا 2 لاعبين من نادي سموحه، واحد من الاهلي، خلاص اوتوماتيك كده كابتن. انا الحارس ما اتحركش، ما عنديش مشكله مع الحارس، ولكن دخول لاعب من هنا ومن هنا طبقا للقانون الماده 10 يجب ان تعاد هذه ركله الجزاء. الكلام ده للحكام كلهم، من فضلكم خلي بالكم ايه حاله الدخول من اللاعبين اثناء تنفيذ كابتن. هو ممكن ما يكونش خد باله، الفار ما كلموش. لا الفار ما دخلش في دي، ما يدخلش الفار، يدخل في حارس المرمى. طب هو ما خدش باله، حلها ايه بقى كابتن؟ انا حاجه اسمها مش حاجه اسمها ما اخدش بالي، انا كحكم لابد ان انا لاخر لحظه لاخر لحظه انا عيني على الناس. وفي تحكيم وقائي، من فضلك ما تخشش، من فضلك ما تخشش، وقف. انما دخول هنا هذه المباراه وهذه الحاله ممكن تكون هدف المباراه. صحيح، يعني دي مهمه الحكم، لابد ان هي تعاد، لا وجود للفار فيها. ممكن يعني تعاد، تعاد طبعا. ماشي، يلا خلينا نروح للي اللي بعديها، نشوف الحاله اللي جايه، وحاله من الحالات يعني انا مش عارف يعني اين دور الفار. يعني حضرتك موجود النهارده في الفار عشان مثل هذه الحالات، نشوف هل في مخالفه ولا لا. نشوف اللاعب هنا نجح في لعب الكره وخد الكره على جنب، خلي بالك من الايد اليمين، ايد الهاني، الايد اليمين مظبوط في الرجل، وانا جاي بسرعتي، صح، اي لطشه من فضلك لو سمحت. انا بتكلم بالقانون، انا جاي خدت اللاعب حارس مرمى على بره وجاي بسرعتي، اي لطشه في رجليا مظبوط، بلانتي مظبوط، بلانتي. البنا ما يعرفش يشوف تفاصيلها. هات لي تمركز البنا من فضلك، هات لي الحاله من الاول، معلش. هي بص يا كابتن لازم تيجي من زاويه ثانيه، حاول يعني الزاويه دي برده مش واضحه قوي يعني. ارجع لي هجيبها لك، ارجع لي من فضلك على تمركز البنا، لا من لايف خالص، من لايف من لايف، معلش، من هنا ستوب كابتن. مين يشوف تفاصيلها؟ مين يشوف الايد؟ ممكن المساعد، ممكن لاينزمان، ولكن الفار موجود، صح. همشي مع كابتن بلال ونجيب نعيد الحاله. يلا خلينا بقى نشوف الحاله، العاده الاولى والثانيه والثالثه، الايد اليمين رايحه تماما تماما وعامله عرقله للرجل للاعب نادي الاهلي. شوف العاده الثانيه لو في عاده موجوده ثانيه معاك، مفيش. انا
شايف هنا ركله جزاء كان يجب على الفار. امال فين التصوير يا كابتن؟ كان يجب على الفار هنا كابتن، هنا الثاني هنا في عادة اهي هنا كابتن. بص هنا ممكن تبقى واضحه شويه، الايد رايحه يا كابتن، الايد رايحه، ده متعمد. الايد رايحه للرجل. فين الفار؟ اين محمود السوق؟ لا بص يا كابتن، هو ممكن ما يكونش فيها تعمد، بس هي امكانيات حارس مرمى. في حاجه اسمها تعمد، في حاجه اسمها اهمال. انا النهارده ازاي بتروح بالظبط؟ خلاص ركله جزاء، ركله جزاء لم تحتسب لي لاعب نادي الاهلي، ولا بقول الفار صح. يلا خلينا نروح للحاله بعد كده سريعا ونشوف. تاني هنا الحكم بياخد اروع قرار في حياته ولم يتردد، بينه وبين اللعبه 5 متر. نشوف الحاله هنا. السؤال مش معنى ان انا انجح في لعب الكره ثم اعرقل يبقى انا النهارده بعفيك، مش مخطئ. هنا في حركه اضافيه نشوفها، غمست وكملت في القدم من تحت. شوف تاني، هو هنا سؤال بس، هو حسبها وراح البنا حسب ركله الجزاء الصحيحه. ايه ده حضرتك بتجيبه ليه؟ حضرتك بتجيبه ليه؟ ايه اللي انت شفته؟ البنا راح شاف طبعا رجع، معرفش. وده انا زعلان من البنا فيها بامانه، ان كان يجب عليك يا بنا النهارده تصمم على هو مش القرار الاول والاخير لحكم المباراه بالظبط. بالظبط بالظبط. طب انا ممكن الفار يستدعيني وانا اكون الفار بيقول لك احتماليه، هو الفار بيقول لك انا شايف حاجه انت مش شايفها او شايف حاجه احسن. انا عايز بس اسال سؤال بس صغير قد كده، اتفضل. هو اجباري لما الفار يناديك تروح له؟ بص ولا لو انا شايفه متاكد احسب؟ لابد انك انت تروح طبقا للبروتوكول. كابتن ما انا بس الا في الحالات المكانيه القانونيتها يعني، معلش كابتن. الحالات المكانيه ايه؟ اللي هي لمسه يد خارج او داخل. لو الفار قال لك داخل خلاص مش هتروح له، دي حقيقه مكانيه، دي خاصه بالفار. انما الحالات التقديريه انا بتكلم مثلا زي كده مثلا، يعني انا شفت في كاس اوروبا اللي فات بطوله اوروبا يعني الناس بترفع والحكم لا 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 خلاص مش هروح، هو شاور خلاص بالزبط. او في حاجه تانية بنالتي يعني ده تفاهم ما بين حكم وحكم الفار، ولكن هنا هو راح له. وانت شفت يا بنا ركله جزاء صحيحه، هناك لعبه وحركه اضافيه من المدافع ان هو كمل في الرجل. سؤال يا كابتن ناصر معلش، هو مين على الفار؟ محمود دسوقي. مين؟ محمود دسوقي حكم الفار. هنا ركله جزاء لم تحتسب ايضا للنادي الاهلي، وانا قلت هنا ركلتين جزاء لم يحتسبا للنادي الاهلي. الحاله اللي جايه واخر حاله معانا، وحاله مهمه جدا 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 وتتكرر كتير جدا جدا هنا في الماتشات. ستوب كوره كابتن علاء. الله يخليك يا جماعه، احنا بنلعب في دوري بالظبط ممتاز، مش دوري الحواري. هذه الحاله تتكرر عندنا في الدوري المصري للمره الثانيه. عيب قوي. المره الاولى كانت في مباراه الاهلي والزمالك والحكام لم تتخذ قرار فيها. النهارده تعالى اقول لك على مشكله اللعبه دي طبقا للقانون. هنا الكره ديت لو الهجمه داخل منطقه الجزاء يا كابتن علاء، والكره ديت جت في الكره ديت وقفت الكره، ايه القرار؟ لو الاهلي داخل منطقه الجزاء صح، والمهدي راح شايط. انا بس عاوز اقول للمهدي خلي بالك، دي ممكن تتحسب عليك ركله جزاء لو الحدث ده داخل الصندوق. صحيح، الموضوع مش سهل كابتن. احنا عندنا لابد ان احنا نفهم القانون. الهاني سليمان، الهاني سليمان الهادي او المهدي، يعني لو دي داخل منطقه الجزاء والكره تصطدم بالكره يتوقف اللعب ويحسب الحكم ركله جزاء وتاخد بطاقه، ممكن تاخد بطاقه حمراء. هنا بقول ايه؟ هنا الحكم طبعا خلى اللعب يتواصل، ماشي لم تتدخل. طب فين البطاقه الصفراء يا كابتن ايمن؟ عموما لابد الحكام تفهم القانون قبل ما تفهم الفار. لجنه الحكام بتشتغل وعامله معسكرات من 11 لحد الان، ولكن المردود لسه ما زال حتى الان مش ده اللي احنا بنامله يا كابتن ايمن. من الاخر في ضربتين جزاء النهارده، ضربتين جزاء طبعا ثلاثه كلام، ضربتين وكارت احمر لهاني سليمان. لا ده لو كانت اللعبه ديت داخل منطقه الجزاء يا كابتن. ثلاثه ايه اللي كابتن؟ ده تهريج يا كابتن والله. كابتن والله ده تهريج. بعدين نشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ايمن. في ثلاثه النهارده ضربات جزاء، خلينا كابتن اثنين عندنا واحده بره في الماتش الثاني. تمام في الماتش الثاني. انا في الاخر وفي يعني اللجنه بتشتغل معسكرات ومحاضرات وتدريب فني، الحكام لابد ان هي تساعد نفسها في بشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيم المتميز دائما كابتن ناصر عباس. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه استوديو التحليل لمباراه الاهلي وسموحه، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 4-1 في الاسبوع السادس الدوري العام المصري الممتاز لكره القدم، ومواصله النادي الاهلي صداره جدول الترتيب للاسبوع السادس على التوالي. الف مبروك للنادي الاهلي وبالتوفيق للمباريات القادمه ان شاء الله. حابب اشكر
ضيوف الكبار اللي شرفوني النهارده كابتن شريف عبد المنعم. الف شكرا كابتن. شكرا كابتن ايمن والف مبروك اداء ونتيجه وكل شيء الحمد لله. الحمد لله ربنا ينصرنا دايما يا كابتن. الف مبروك يا رب ان شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن الف شكرا مبروك يا كابتن ومتشكرين جدا ونفسنا نشترك في طبقه الفار ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء ميوب الف شكرا كابتن نورتنا. شكرا ايمن ومبروك للنادي الاهلي وبرغم بتاع اداء ونتيجه وجميل السنه دي في النادي الاهلي بادئ الدوري بنتائج كلها عاليه جدا ده بتوفيق يا رب ان شاء الله. كابتن احمد بلال هدفنا شكرا يا كابتن نورتنا. ربنا يكرمك يا كابتن مبروك للنادي الاهلي ويعني ماتش رائع جدا 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 ونتمنى يا رب ان شاء الله العلامه الكامله نهايه السيزون باذن الله. باذن الله رب العالمين ان شاء الله. بعد قليل ان شاء الله ينطلق الحفل الاسطوري لافتتاح طريق الكباش وتحديدا في الساعه 7:30 ان شاء الله. أعزائي المشاهدين أتمنى لكم مشاهدة سعيدة وبإذن الله نلتقي بكم مرة أخرى واستوديو تحليلي آخر. أنت برضه هتكلم؟ لا طيب. وبإذن الله نلتقي على خير بإذن الله. لكم مني أطيب المنى وأرق تحياتي.